جتنا فكرة مشروع إعمار من خلال اكتظاظ سكاني مدينة عزاز والحاجة الماسة للسكن ضمن منازل بعيدا عن الخيام والأجارات وهالقصص. وعملنا دراسة عنا، النتيجة كانت معنا أنه نعمل شقق مضغوطة أو صغيرة ويكون سعرها رخيص. استهدفنا طبقة الموظفين اللي دخلهم محدود، يعني ما بيتجاوز 400-500 دولار. فعملناها على شكل تقسيط على مدة سنتين ونص والتسليم كامل. المشروع تقريبا وفر أكثر من 200 فرصة عمل، من بين طراشين ومبلطين ومعمرجية وعمال عاديين وعمال باتون. فهذا موضوع كمان بيساهم بتحريك الشغل ضمن البلد. طبعا هلا الشقه اللي عملناهم لحد الان هن 130 شقه موزعات على 3 مراحل. عندنا 60 عم نسلمهم، وفي عندنا 40 تسليمهم على راس السنه، وفي 30 على شهر 4. طبعا ان شاء الله بس انتهينا منهم راح نبدا بمشروع اكبر على مستوى اكبر، تنظيم اكبر، حوالي 250 شقه ان شاء الله. راح يكون العدد الاكبر منه هو شقه صغيره، يعني من 75 ل 80 متر، بناء على الطلب او حاجه الزبائن لهذا الشيء، لانه بيوفر، يعني بيكون ضمن الامكانيات المتوفره بالمنطقه عندنا. اول شيء صرنا ندفع دفعه 3000 دولار وكل شهر 200، القيمه 9000 دولار، وبخصم لنا اخر شيء الزلمه يعني مساعدات. هاي ال 200 دولار عم ندفعها هي طبعا لنا بالتم اخر شيء، بس كثير ساعدتنا. ما ضل بينا حيل ان تم ندفع اجارات بقلب عزاز وجينا لهوني.